الإسلام السياسي، بترى مستقبلها إزاي وحاضرها إزاي؟ قبل 2011 وقبل 2013 كانت لدى الشارع المصري صورة ذهنية مختلفة عن جماعة الإخوان. نعم، كانوا دائما يظهروا في دور المظالم والمظلومين، وكلما جرت انتخابات يتهموا الدولة أنها زورت الانتخابات وأنها تضطهدهم وتعتقلهم. ده كان بيخلق معهم حاجة في إطار تنظيم جماعة الإخوان اسمهم المتعاطفين مع الجماعة. ودور كان عادتهم كبير حقيقي، لأني شايف ناس بتخش تصلي وتعمل خيرات وتنزل مناطق شعبية توزع مساعدات. وهم برضو كان لهم في العمل الخيري بدرجة كبيرة، بينزلوا واستخدموا الجمعيات الشرعية وغيره وغيره من مؤسسات دينية لتحقيق أهدافهم السياسية. وشفنا ده في نقابة الأطباء، وشفنا في نقابة المهندسين، شفنا في كثير من النقابات والمحامين وغيرهم. لكن سبحان الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكشف هذا التيار، لأن أولا لازم نتفق أن كل الروافد اللي خرجت لكي تعيث في الأرض فسادا باسم الإسلام هي نتاج عباءة الإخوان المسلمين. هم خارجين من عباءتهم، هم جماعة الأم اللي من 28 موجودة وتبث سمومها باسم الإسلام، وهي تعمل نقيض الدين ونقيض الشرع، لكن تسعى لتحقيق أهدافها في الخفاء حتى تصل إلى تحقيق مرادها. وأفضل فترة أرادها ربنا سبحانه وتعالى، صحيح عند بعض الناس نقمة، لكن أنا بعتبرها نعمة، وجودهم على رأس السلطة كشفهم. إحنا لو قعدنا 100 سنة نكشف في حقيقة هذه الجماعة الخائنة ما كنا استطعنا أن نكشفها لدى المواطن العادي. نعم، لكن المواطن البسيط في السنة من خلال ممارساتهم وتجاربهم وإرهابهم وترويع وتخويف الناس والغش والخداع والكذب والانقلاب على الثوابت الوطنية وبيع الوطن والتحريض ضد سوريا ومحاولة إدخال الجيش في معركة وغيره 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 من أمور ارتكبوها وجرائم تمت والإساءة للقضاء وغيره، اكتشف الشارع المصري أنه كان ضحية خداع جماعة مارقة عن الوطن وعن الدين وعن الشرع لله سبحانه وتعالى، وحاولت أنها تسيطر وتهيمن على الدولة المصرية. فبدأ ينقلب على الدولة، على جماعة الإخوان، وبدأ تحقق أكبر انتصار للشعب المصري في تاريخه، وهو كيف كشف هذه الجماعة المارقة وكيف تحرك الشعب بالتلاحم مع الشرطة الوطنية ومع الجيش المصري العظيم لقصد جذور هذه الجماعة اللي بيجري الآن في مصر. مش هذه الناس تخاف من بعض العمليات الصغيرة اللي بتحصل هنا وهناك، ده احنا ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا الجيش المصري ده والشعب العظيم اللي خرج في 30/6 نعمة من السماء. نعم، نعمة من السماء، لأنه حقق عدة أهداف. نمرة واحد، حمى مصر من السقوط، بينما المجتمع من حوالينا، المجتمع العربي والشرق الأوسطي، يموج بالدماء، ببحور الدماء، من سوريا دي ليبيا دي العراق دي اليمن والغير وغيره، والسودان انفصلت بين الدولتين وغيره، لكن مصر ما زالت ثابته بحدودها، ثابته بوضعها بفضل الجيش والشرطه وبفضل الشعب المصري العظيم. انه الانقلاب على او الرد والثوره على هذا النظام الفاسد، نظام الاخواني، حقق معجزه كبيره جدا، انك انت بدات تؤسس للدوله المصريه المدنيه الحقيقيه. نعم، وبدات تحط رصيد كبير جدا أن تحارب الطواغيت اللي موجودين سواء داخل مصر أو خارج مصر. مصر وجيشها العظيم وشعبها العظيم أسقط مخطط الشرق الأوسط الجديد. نعم، إحنا كنا مقبلين على هذا المخطط، وأعتقد اللي تابع المحادثات السرية اللي جرت بين مصر أو نظام الحكم في عهد مرسي والخارج يدرك ذلك. خلي بالك من حاجة، الملف السياسة الخارجية، من الذي كان يديره عهد مرسي؟ هل كان بيدير وزير الخارجية؟ لا طبعا، كان بيديره عصام الحداد مستشار الرئيس للشؤون الخارجيه، وده راجل اللي ما يفهمش في البطيخ ولا عنده فكره عن اي حاجه، ومع ذلك كان ماسك الملف الخارجي. ليه؟ عشان يعمل اتفاق مع امريكا على التفريط في ارض سيناء لاحلال الوطن البديل للفلسطينيين بتوع غزه، عشان ياخدوا جزء من سيناء في مساله اسمها تبادل اراضي او منحهم مساحه من الارض، وده اتفاق على فكره جرى مع امريكا، ويمكن تكشف جزء منه الفتره الماضيه وهيتكشف اكتر في الفترة المقبلة، لأنه ده الاتفاق اللي كان في يوم من الأيام أسامة ابن محمد مرسي لما قال إن أوباما لا يستطيع أن ابن محمد أسامة فعلا قال أوباما لا يستطيع الانقلاب على والدي. نعم، وبنت خيرت الشاطر قالت هذا الكلام، لأنه خيرت الشاطر كان هو المنسق لهذا الاتفاق اللي تم، اتفاق إن يبيع جزء من أرض سيناء بحضور كارتر الرئيس الأسبق جيمي كارتر لما جزارهم هنا في مقر الإخوان وتواجد معهم، وصور موجودة والوثائق موجودة، ولكن والدولة المصرية عندها كل المعلومات، والجيش المصري والمخابرات عندهم كل المعلومات،
لتؤكد هذا. فانت احنا هنا ادرنا العمليه بتنسيق متناغم بين الجيش والشعب والشرطه واجهزة المخابرات والاجهزه المختلفه، واستطعنا ان نصل الى رؤيه واضحه ومحدده. باذن الله سوف يكون لما حدث في مصر تبعاته ليس فقط على صعيد الجهاز على جماعه الاخوان في الداخل ومن يسيرها، ولكن ايضا تاثير مصر في دعمها لوحده سوريا ووقوفها ضد تنظيم داعش وجبهه النصره وغيره من المجموعات الارهابيه، وايضا دعم مصر الموقف في العراق في مواجهه هذه الجماعات الارهابيه، كل ده وليبيا ايضا، كل ده بيؤشر الى انه ما يسمى بالاسلام السياسي اللي بيتخذ وجوه شتى ويلبس اسواد مختلفه ومتباينه ومزركشه والوان مختلفه كلها تدعو الى القتل وسفك الدماء، ده بالتاكيد سيكون له تاثير في المستقبل. لكن خلينا نبقى واضحين ايضا، محاربه الارهاب او ما يسمونه الاسلام السياسي لا ياتي ابدا بالعمليه العسكريه او بالمواجهه الامنيه فقط. احنا محتاجين نرسي اسس من الفكر، ويمكن احنا بنحتفل بالذكرى الثالثه من ثوره 30/6، ندعو الدوله المصريه وندعو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو وجه لاكثر من مره في احتفالات ليله القدر خطابات وكلمات مباشره للدكتور احمد الطيب شيخ الازهر بتجديد الخطاب الديني. نحن نريد ان يكون الخطاب الديني قائم على فهم الدين الصحيح. ده لا يمكن ان يقوم عليه الا علماء سقاط ومفكرين مخلصين لهذا الوطن ولهذه الامه. احنا مطلوب مننا ونحن نبدا العام الجديد بعد 30/6 للذكرى الثالثة ان يكون لدينا قدرات هائلة لتحصين عقول الشباب امام تلقي هذه الاكاذيب، التفسيرات الخاطئة للاحاديث النبوية والتفسيرات الكاذبة للايات القرآنية وتوجيهها حسب ما يريدون من اهداف وحسب ما يبغون من العيب يحاول ينفذوه على في مصر وخارج مصر. احنا مطلوب نقاوم الفكر بالفكر. نعم، وده يمكن بالفعل امبارح في احتفال ليلة القدر كان هناك حديث عن تجديد الخطاب الديني والإجراءات اللي تم اتخاذها بالفعل في هذا الإطار. لكن اسمح لي دكتور شوقي، يمكن كان في على مدار 5 سنوات من بعد ثورة 25 يناير كان في محاولة لعمل وقيعة ما بين الشعب وجهاز الشرطة. يمكن ثورة 30 يونيو كانت إعادة للعلاقات من جديد، العلاقة الطيبة ما بين الشعب وجهاز الشرطة ببيان كان لوزارة الداخلية بأنها يعني مع الشعب المصري، وده تقريبا كان يوم 1/7. البيان ده كان في منتهى الخطورة لأن يمكن يوم 3/7 أو الأيام التالية للثلاثين من يونيو كان الشعب بيهتف في الشوارع أن الشعب والشرطة والجيش إيد واحدة، نقلة نوعية في العلاقة ما بين مؤسسات الدولة وبين الشعب المصري. بترى إزاي ده؟ أولا يعني أنا اسمحي لي، أنا كنت في الميدان وقتها، في الميدان بمعنى مش يعني كنت في عملي كضابط مديرية أمن الدقهلية وقتها، وشاهدت الموقف يعني من الشارع. الحقيقة الجمهور المصري كان مدرك تماما لموقف عملوه ضباط الشرطة وهيئة الشرطة بشكل عام. وبالذات معلش لازم أقول كلمة، بالذات الضباط صغار الرتب. هو الموقف ببساطة جدا، احنا دورنا ايه في 30/6؟ دور الشرطة تواجه المتظاهرين وتمنع التظاهرات، تقف، ده دورها على فكرة، معلش تقف تحمي المتظاهرين والتعبير الحر عن الرأي، كلام سليم. انما هل هتقف كخصم للمتظاهرين؟ هو ده اللي الضباط اعلنوه بشكل واضح، احنا هنحمي التظاهرات. التظاهرات ما كانتش بقى لسه باتت ان الموضوع هيبقى ثوره وهيبقى وملايين هادره في الشوارع. ال 30 مليون اللي نزلوا دول الحقيقه احنا كنا مش متوقعين هذا الكم الرهيب اللي اذلنا احنا كمصريين واذل العالم كله. انما الضباط موقفهم كان محدد، احنا هنحمي المتظاهرين والحريه عن التعبير مكفوله ولكن لن نصطدم بهم مطلقا. الحقيقه الامر ده كان مقدر جدا. هم المؤسسه الرئاسه هم شرطه الشعب، تحموا مقر
التنظيمات اللي هي تابعة للتيار الإسلامي السياسي. الحقيقة هنا هو حصل برضو موقف، احنا مسؤوليتنا حماية الممتلكات الخاصة والعامة طبعا ما من شك، انما في ظروف مثل هذه الظروف انت بتبقى ليك امهات الامور بتطلع بيها. لو وقفت وقلت يعني هكذا كان تقدير الموقف من قبل صغار الضباط حتى يعني قالوا ان احنا لو حتى اعلننا ان احنا بنحمي مقار الاخوان معناها هتتفهم الرسالة غلط للشعب المصري ان احنا في مواجهتك، لان انت نازل بتتظاهر ضد حكم الاخوان. فاحنا وقفنا قلنا احنا هنحمي التعبير السلمي عن الرأي، كان هذا الأمر مقدر جدا من الشعب المصري. ففعلا أنا وأنا في الميدان حتى أذكر تماما أن أمام مديرية أمن الداخلية كان في تظاهرة كبيرة جدا، وفوجئت أن عايزين يشيلوني، أنا لابس رسمي واقف في خدمتي لتأمين مبنى مديرية أمن الدقة ومعايا تشكيلات أمن مركزي، إنما أنا مكلف بتأمين مبنى المديرية في هذا الوقت، وفوجئت ان عايزين يشيلوني. فاستأذنت الدكتور محمد غنيم وكان موجود وانا كنت واقف معاه وكان هو في التظاهره، الاستاذ الدكتور محمد غنيم، قلت له لو سمحت ارجوك يا دكتور اقول لهم بلاش كده، انا واقف في شغل بلاش كده. فهو الراجل بنفسه قال لهم لا لا سيبوا الدكتور شوقي، يعني انا عارف الدكتور محمد غنيم، فهو اللي خلاهم ما يعملوش كده، انما شالوا اخرين وقعدوا يهتفوا. انا عايز اقول ايه، ان الشعب حساس جدا وفاهم كويس قوي، بس عايز ارجع لجزئيه خاصه بالشعب اللي صار فيه مشاهد لازم نلقي الضوء عليها، هي مشاهد هامه جدا. نعم. كانت هي اللي تراكمت عشان نصل الى موضوع الثوره اللي حصلت في 30/6. النظام اللي كان على رأسه الدكتور محمد مرسي جه عمل إعلان دستوري مكمل. نعم. عمل إعلان دستوري صادم، الكلام ده في 22 نوفمبر 2012. الإعلان الدستوري ده فيه بند من ضمن بنوده أن قرارات الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة من الجهات. حصن إذن حصن كل قرارات الأعلى كده، بيقول للناس أنا ربكم الأعلى. استدعى البند ده استدعاء ل يعني بند من قبل العهود الفرعونيه، انا ربكم الاعلى اللي اقوله لا اعتراض عليه. الحقيقه انا بقول اللي حط البند ده، وفي بنود اخرى تانية برضو سيئه جدا في الاعلان الدستوري، ولكن من اعمالكم سلطة عليكم، هم اللي عملوا. فالبند دون اللي حطه او اللي اشار، لانه هو محمد مرسي يعني انا حتى هو ما عندوش قدره على ان هو يستوقفه هذا البند، ما عندوش حس سياسي ان البند ده خطير عليه هو، استفز مشاعر المصري بتاعه، المطبخ بتاعه ما كانش عنده كفاءات. اللي حط البند ده وبنود اخرى هم يعني جهلة من حيث القانون والسياسة، يعني ناس للأسف الشديد هم أهل ثقة ولكن ليس لديهم أي قدرات احترافية لا في مجال السياسة ولا في مجال القانون. يعني هم لو كان